بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في تفسير رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا، وصلنا خلصنا اصحاح 4، هناخد النهارده اصحاح 5. على الله يا رب نقدر نخلص. الاصحاح ده بيقول: فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. كلمة فائز الفهدية معناها تربط هذا الإصحاح بالشرح اللي اتشرح قبل كده في الإصحاحات الأربعة، اللي هو ملخصه إنه في الإصحاح الأول أبرز إن الأمم ضلوا بعيدا عن الله ومحتاجين بر المسيح. في الإصحاح الثاني قال واليهود أيضا محتاجين بر المسيح. في الإصحاح الثالث قال إن هم كلهم يهود وأمم محتاجين بر المسيح. وفي الإصحاح الرابع أخذ إبراهيم أبو الآباء كنموذج إنه يتبرر بالإيمان بالمسيح وليس بأعمال الناموس. فبيستنتج بقى الخلاصة، بيقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. هنا بقى في الجزء اللي هندخل فيه بيجيب ثمر هذا التبرير بالإيمان. إيه اللي احنا استفدناه لما تبررنا بالإيمان؟ أنا بس عشان ما تسرحوش مني عايز أأكد على مفهوم التبرير بالإيمان. يعني إيه التبرير بالإيمان؟ وهديكم مثل يشرح الحكاية دي، يمكن كنت قلته قبل كده بس عشان يبقى حاضر في ذهننا. لو في إنسان مديون أو سرق فلوس أو كاتب شيك بدون رصيد وعرض إن هو يحاكم ويطرح في السجن، وهو لانه فقير مش هيقدر يسدد الديون او يغطي الشيك او يرد السرق، وعرض امام القاضي والقاضي عادل جدا لازم يحكم حسب القانون، اللي سرق يتسجن، او اذا كان كاتب شيك بدون رصيد يتسجن ويدفع الشيك، اذا كان مديون لحد لازم يدفع الدين اللي عليه. وفي نفس الوقت هذا القاضي العادل المحايد النزيه اللي مش ممكن يحيد عن الأصول هو أب ورحيم ومحب وعطوف وعنده شفقة، وشايف الواد دوت يعني ما يستاهلش يتسجن لأنه ظروفه صعبة. فاللي عمله هذا القاضي انه سدد الدين، سدد الدين، وعلشان ما يرجعش الولد دوت يغلط تاني يسرق او يستدين او يكتب شيك بدون رصيد اداله كمان رصيد باسمه في البنك بحيث يستطيع يسحب منه وهذا الرصيد لا ينتهي. ادي حكاية تبررنا بالايمان. الله لما رأى ان الانسان غلطان ومديون والغلط بتاعه هيسبب له موت، جه سدد الدين بموته. ولم يكتفي انه يسدد الدين بموته، لكن كمان ساب لنا رصيد من البر، بره هو عكس البر الخطية. الخطية ديت رصيد بالسالب والبر رصيد بالايجابي، واخدين بالكم؟ فهو ما كان ممكن يسدد الدين ويلغي الخطية ونبقى احنا على الزيرو، فقال لا مش هسيبكم فقراء، هديكم كمان رصيد بر، يبقى انت عندك بالايجابي رصيد في بنك السماء. عشان تسحب من هذا الرصيد في شرط واحد قاله المسيح، انك تبقى مؤمن ان انت ليك رصيد بر في المسيح، بس تصدق
تصدق ان انت ليك رصيد بر في المسيح. هذا الايمان هو الباسورد. انت بتحط الكارت بتاعك هتسحب فلوس. طب تسحبها ازاي؟ لازم فيه باسورد كده. ايه الباسورد بتاعتي؟ ان انا مؤمن ان يسوع قادر ان يبررني. اول ما تقول انا مؤمن يروح يديك الايه من الكنوز بتاعته. عشان كده نحن نتبرر بالايمان. في ناس بقى اللي هم اليهود كانوا يظنون انهم يتبررون بتنفيذ الناموس وما قدروش ينفذوا فوقعوا فرطة. فبولس النهاردة بيبشرهم بيقول لهم افرحوا، انتوا اللي كنتوا فاهمينه غلط. الناموس مش هيعرف يبرركم، ده بالعكس بيزود عليكم الغلط، وانتوا مش هتقدروا تنفذوه لان الانسان ضعيف وعاجز. طب نعمل ايه؟ قال لهم فيه هو وسيلة جديدة، كلمة سر لما تقولها تتفتح لك كنوز السماء. كلمة السر دي انك تؤمن ان المسيح قادر ان يبرر الفاجر. وصلنا بقى لحتة ايه؟ فإذ قد تبررنا بالإيمان، استريحنا خلاص. إذ قد تبررنا بالإيمان، النتيجة الأولى ايه؟ لنا سلام مع الله. خلي بالكم في فرق من كلمة سلام من الله وسلام مع الله. سلام من الله ممكن تدي حق ان انا ليا سلام مع الناس وعايش كويس لان ربنا اداني هذا السلام. لكن ده النهاردة بيدخلني في عمق جديد، انا سلامي مع مين؟ مع الله نفسه. بقينا اصحاب، بقينا اصدقاء، ما بقاش في عداوة، ما بقاش في خصومة، ما بقاش في خوف. انت عارفين الآية اللي بتقول المحبة الكاملة تعمل ايه؟ تطرح الخوف الى خارج. ما بقيتش مرعوب من ربنا. لما هاجي اتقابل معاه انا مش خايف، انا فرحان. زي بالظبط الاخ اللي عليه دين يتحاشى ان يتقابل مع الدائن، يقول لك يا هيحرجني، هيطلب مني الفلوس، فانا اداري وشي واحود من اقرب شارع عشان ما يشوفنيش، ولو يمكن احود من جنبه. ولو اجبرت اني هتقابل معاه في الكنيسة ولا في مكان ابقى عايل الهم. طب بعد ما يتسدد الدين هقول جبل وانزاح، هقدر دلوقتي اقابله وانا وشي مرفوع ومش خايف ومش قلقان. فبيقول احنا كنا مديونين لله، كنا قلقانين منه. اللي يتقابل مع الله حاسس ان الله ده اله مرعب لان ليه حق. طب النهارده خلاص الدين اتوفى، واللي وفاهولي المسيح نفسه، الله اللي انا بعبده. فصار بإفاء هذا الدين ورصيد البر اللي عندي صار لنا سلام مع الله. بس شوف بقية الآية، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الابن. يبقى ليا سلام مع الآب من خلال الابن، لأنه هو الابن الوسيلة والوسيط اللي سدد لي ديوني وأعطاني رصيد بر. عامل زي ما يكون انت خايف تتقابل مع المدير، هيبقى في انترفيو، هيبقى في عتاب، في محاكمة، في شؤون قانونية، ولكن انت ليك صداقة متميزة جدا مع ابن هذا الرجل، فاخدته في ايدك وانت رايح، تبقى داخل مطمن متداري في هذا الصديق. فنحن الان اصدقاء للابن، فعندما ندخل الى الاب ندخل متحميين في الابن، هو الحمى بتاعي. ولذلك السيد المسيح قال ايه؟ كل ما طلبتموه من الاب كملوا باسمي. لما يدخل المسيح كوسيط بيننا وبين الاب تبقى خلاص القضية محكومة لك لصالحك. فالان صار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يعني بواسطة المسيح ايضا بقالنا الحق والجرأة ان احنا ندخل الى النعمة اللي احنا عايشين فيها النهاردة بالايمان بالمسيح.
النعمة اللي احنا التي نحن فيها مقيمون يعني نعمة ايه؟ نعمة انك بتسبح جوه الكنيسة، وانك بتتناول، وانك بتقرا الانجيل، وانك بقيت ابن لله بالمعمودية، وان يبقى فيك الروح القدس، وانك لما تتوب ربنا يغفر لك. دي نعم عظيم. به بالمسيح قد صار لنا الدخول بالايمان. شوف كل كلمتين يقول لك بالايمان، عشان ده الايه؟ الباسبور اللي في ايدي اللي بدخل بيه الى هذه النعمه التي نحن فيها مقيمون. خلي بالكم كلمه مقيمون يعني مش نعمه زياره وماشيه، ده احنا اللي قاعدين جوه النعمه، نحن فيها مقيمون. يعني تقدر تتخيلها النعمه دي زي الكنيسه اللي احنا جواها دلوقتي. ايه اللي ادالك الاحقيه انك تدخل من باب الكنيسه؟ ايمانك بالمسيح، لانك لو كنت مش مؤمن بالمسيح ما كنتش هتعتبها، لا تقدر تدخل ولا تبقى عايز تدخل. فايمانك بالمسيح اعطاك الحق في الدخول الى هذه النعمه التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. يعني احنا الان مقيمين في نعمه، لكن كمان مستنينا حاجه اعظم اللي هي مجد الله. كلمة رجاء بتدي إيحاء إن في لسه حاجة مستنية، لأن رجاء معناها لسه ما تحققش. رجاء بمعنى الأمل. فنحن الآن مقيمين في نعمة، ولسه كمان قدامنا رجاء مجد، مجد الله، ونفتخر على رجاء مجد الله. ممكن نعدهم دول. إيه اللي أخذناه لما تبررنا بالإيمان؟ أخذنا سلام مع الله، أخذنا دخول إلى النعمة، أخذنا إقامة في النعمة، وأخذنا رجاء مجد الله. وبعدين يقولوا ليس ذلك فقط، لسه في حاجات تانية أخذناها بسبب التبرير. إيه؟ بل نفتخر أيضا في الضيقات. دي حاجة جديدة. مين كان يفتخر بالضيقات؟ مفروض الضيقات بتسبب ألم وانزعاج وتشكك، وزي الأخ اللي بعد بيقول في مشكلة أنا مش فاهم إيه قصد الله منها. نقول له لا، ما هو في المسيحية الأمور اتصلحت. أصبح المسيحيون يفتخرون حتى في الضيقات. أيوب الصديق لما دخل في ضيقة، الناس أصدقائه قالوا له شوف، فتش وشوف أنت غلطان في إيه، أكيد ربنا بينتقم منك، أنت وحش. وقعد يدافع عن نفسه يقول أنا مش وحش، أنا ما عملتش حاجة وحشة، أنت يا رب زعلان مني ليه؟ كان في العهد القديم الذي يدخل في ضيقة كان بيفهم أن الله بينتقم منه، فيفتخر بإيه؟ ده بالعكس حاسس بالعار. فاكرين كمان لما كان يبقى واحدة ست عاقر تحس بالعار، يقول لك لأنه نظر لينزع عاري من بين الناس. عار ليه ست انت؟ يقول له ربنا زعلان مني. طب زعلان ليه؟ لأن في مشكلة ان انا مش بخلف. عار. في واحدة بالذمة في العهد القديم كانت ممكن تفتخر بالضيقة ان هي ما عندهاش اطفال. ده اليصابات اللي هي الكتاب المقدس ده شهد ان هي كانت بارة مع زوجها، كان كلاهما برين، كانت زعلانة. كانش حد بيفتخر بالضيقات. ايوب خجل وبقى في عار لانه ربنا جاب له حبة ضيقات. وادي حنة ام صمويل كانت زعلانة بتعيط، واليصابات ام يوحنا المعمدان كانت زعلانة تعتبره عار. وأي ضيقة في العهد القديم كانت تعتبر نقمة من الله. فكيف يفتخر الإنسان بشيء في نقمة؟ لما السيد المسيح بقى دخل في ضيقة الصليب بدأنا نفهم حاجة جديدة. نقول لا استنى بقى، ده الضيقات صارت شركة آلام مع المسيح. يا بخت اللي يدخل في ضيقة. عكس. يبقى هنا أخذنا التبرير عدل لي المفاهيم وخلاني افتخر في الضيقات.
طب الضيقات ده تعمل ايه؟ يقول عالمين ان الضيق ينشئ صبرا. المفاهيم اتعدلت. طب وهعمل ايه بالصبر؟ يقول لك والصبر تزكية، يديني تزكية. كلمة تزكية يعني نقاوة، الانسان يتزكى معناه يتنقى، فالصبر ينقيني. فكأن الواحد اول ما يدخل في ضيقة يبص كده على الصليب يقول المسيح نفسه صبر على الام الموت، وصبره على الام الموت اعطى تبرير لكل البشر. لما انا اشيل هذا الالم والضيقة بشكر وصبر واحتمال وعينين مفتوحة على السماء وفي ايمان المسيح يعمر القلب، هلاقي ان الضيق دوت يديني، يولد جوايا صبر، والصبر دوت يعطيني تزكية، والتزكية رجاء. كلمة رجاء على طول تفكرني بايه؟ بالسماء. فاكرين لما بولس الرسول قال لنا اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة لكن اعظمهن. طب ليه قال المحبة اعظمهن؟ قال لان الايمان هيجي له وقت وينتهي، والرجاء هيجي له وقت وينتهي، لكن المحبة هي لا تستمر. الايمان معناه ان انا مؤمن بالله بالرغم ما شفتوش. طب لما تشوفه خلاص مش محتاج ايمان. ما اقدرش اقول انا مؤمن ان ده كتاب مقدس، طب ما هو قدامك اهو، مش محتاجة ايمان. فانت لما شفت ربنا خلاص ما فيش ايمان. والرجاء معناها انا عندي امل هوصل للسماء. طب لما وصلت السماء خلاص ما فيش رجاء، لكن ايه اللي هيستمر؟ المحبة. فاول ما نقرا كلمة رجاء في الكتاب المقدس على طول تفكرني بالايه؟ بالسماء. كلمة رجاء في اللغة اليونانية المستخدمة في الكنيسة، حد عارفها تتقال ايه؟ رجاء باليوناني هيلبيس. هيلبيس، وهيلبيس منها كلمة الهلب بتاع المركب، غير هلب في الانجليزي اللي هي يساعد. الهلب بتاع المركب ده معناها الرجاء. ايه علاقة الرجاء بالهلب بتاع المركب الهلبيس دوت؟ ان لما المركب تكون في وسط البحر بيبقى يقولوا يا رب استر نوصل بالسلامة، ممكن نغرق. ايه الامل بتاعك؟ يقول لك الامل ان الهلب اللي قدامي دوت يشبك في الشاطئ. اول ما يشبكوا الهلب دوت في الشاطئ والسفينة لسه في عرض البحر يحسوا بالامان والاطمئنان ويقولوا مبروك وصلنا بالسلامة. فالرجاء بتاعهم هو هذا الهلب، عشان كده سموه الهلبيز ده الهلب. اول ما يقربوا شويه من الشاطئ الريس بتاع المركب يمسك الهلب ده بحبل طويل يروح ملففه كده يروح رميه بعيد، فاللي على الشاطئ يروح واخده وحطه في الوتد المزروعه المرسى. خلاص اصبحت السفينه مربوطه بالايه؟ بالشاطئ. ويبتدي بقى اللي على الشاطئ دوت يسحب الحبل، يبطلوا المكان بتاع السفينة وتبتدي بقى ايه؟ تنجذب الى الشاطئ بقوة الشد، والناس تهلل وتفرح ان احنا وصلنا بالسلام. السفينة هي الكنيسة، والبحر هو العالم، والهلب هو جسد المسيح اللي طلع للسماء في عيد الصعود، والحبل اللي بيربط الهلب بالكنيسة هو الروح القدس. خلينا بالكم الروح القدس ده، المسيح قال لا اترككم يتامى ابعت لكم الروح القدس، حبل رابط الكنيسه بالسماء. وطول ما المسيح في السماء من اجلنا احنا بنقول نشكر الله احنا مربوطين بالسماء. ودلوقتي الملائكه عاملين يشدوا الايه؟ السفينه عشان توصل للسماء. فالرجاء يتلخص في الهلب ده، واحنا لسه قايلين الهلب هو ايه؟ ها؟ جسد المسيح اللي طلع السماء وجلس عن يمين الاب، دخل الى داخل الاقداس داخل الحجاب عشان يبقى سابق من اجلنا.
هذا التعبير اللي انا بقوله لكم على فكرة مش من تأليفي، ده قالها بولس الرسول، يقول ان هو المسيح دخل كسابق من اجلنا كمرثاه، مرثاه اللي هي الهلب ده، مؤتمنة وثابتة، مؤتمنة وثابتة المرثاه دي، دخلت الى مداخل الحجاب عشان يقدر يشدنا وندخل معاه للسماء. فاحنا الضيقات تدي صبر، والصبر يدي تزكية. تزكية قلنا يعني ايه؟ نقاوة. والنقاوة دي تديني رجاء، معناها فكرت في السماء، لان طالما الصبر والضيقة نقتني من الداخل صرت مستعدا لدخول السماء. وبعدين يقول والرجاء لا يخزى، لان الرجاء بتاعنا هو المسيح. تعرفين لو حد غيره كنا نقول احنا على كف عفريت، لكن لما يكون المسيح يبقى احنا على كف مين؟ على كف الرحمة. على كف المسيح، مش قلقانين. الرجاء لا يخزى. وبعدين اخذنا حاجة تاني بالتبرير بالايمان، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يبقى مع السلام ومع النعمة ومع المجد ومع الضيق والصبر والتزكية والرجاء اخذنا كمان محبة الله. بس كمان محبة الله دي مش جاية باجتهادنا، دي جات لينا منسكبة فينا بالروح القدس، عطية، هدية. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، اللي احنا اخذناه في سر الميرون وفي كل قداس لما بيحل علينا، يضرم فينا نار المحبة الإلهية، فيصير الإنسان المسيحي دايما في حالة شركة وحب وعلاقة قوية مع الله. في الآية رقم 6 بيفسر لينا ليه احنا بنحب ربنا، ليه محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يقول كده لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. بيشرح لنا اللي حصل على الصليب. إذ كنا بعد ضعفاء، كلمة بعد يعني كنا لسه ضعفاء، مات في الوقت المعين. الوقت المعين ده معناها في أنسب وقت لأجل الفجار. وبعدين يقول بيستعجب يعني إزاي إن المسيح يموت من أجل الفجار. بيقول فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. يعني عشان واحد يموت من أجل واحد بار مش هنلاقيه. إيش حال المسيح مات من أجل الفجار؟ العكس يعني. ده لو أنا عندي واحد بار وعايزين حد يموت مكانه مش هنلاقي الفدائي اللي يتطوع بأنه يموت من أجل البار. بالجهد. فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. جايز حد يكسر يموت من أجل واحد صالح. دي بتحصل مثلا، تلاقوا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارة أو الناس الكبار دول ماشي ومعاه ناس حرس بودي جارد، ولو لا سمح الله اتعرض لمحاولة اغتيال، تلاقي من وظيفة الحارس دوت انه ايه، يتلقى الرصاص في نفسه ويموت وينجو الرئيس او ينجو الانسان الكبير ده. وممكن الموضوع ما حدش يدرى بيه، واحد مات ما جرش حاجة نجيب غيره، لكن المهم الراجل المحترم دوت عايش. لا سمح الله بقى لو حصل العكس، تلاقي الدنيا اتقلبت. فممكن من اجل الصالح يجسر احد ان يموت، ونقول له فداك يا ريس ما جراش حاجة،
10 يروحوا ولا انت تبقى زي الفل، احنا يهمنا انت، ما يهمش الباقي. اللي حصل مع المسيح هو العكس، هو الذي فدانا. عمركم تتخيلوا ان يبقى الراجل المحترم ده رئيس جمهورية ولا رئيس وزارة ماشي وحواليه الحرس، ولما يجي حد يغتال يقول لهم ابعدوا انتوا انا اموت من اجلكم؟ طب امال ما كانوا ماشيين معاك ليه؟ ومعقول هو يموت من اجل العبيد بتوعه؟ مش موجودة في قاموس البشر دي، مش موجود. العبيد يموتوا اه، والسيد يحيى هو ده الصح، لكن في قاموس ربنا قال لا، انا اموت وانتوا لا، وانا لما اموت ما تخافوش عليا لاني قادر ان اقوم من الموت، ما خسرناش حاجه. فبيقول كده بالجهد يموت احد لاجل بار، ربما لاجل الصالح يجسر احد ايضا ان يموت، ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. كلمة ونحن بعد خطاه معناها كنا ساعتها ملوثين ووحشين ونجسين ودنسين وشكلنا وحش قدام ربنا وما نستاهلش. يقول لا، ده ساعتها مات من اجلنا. شوف الايه اللي بعديها جميله ازاي بقى، اذا كان مات من اجلنا ونحن بعد خطاه فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان نخلص به من الغضب. خلين بالكم من دي، عامل زي ايه مثلا؟ تخيلوا ان في طفل اتولد في مستشفى وحالته بالبلى، يعني الواد مشوه ومعتوه وفي كل البلاوي وفي حالة خطرة وهيموت، والدكتور ما اسهل عليه يقول يا جماعة دوت لو مات هيريح ويستريح، لكن طبيب قال لا 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 لا، ده بني ادم برضه محتاج نقل الدم، اديله نقل الدم، وقعد ياخده منه يده للطفل، وفاق الطفل بقى حلو وكبر وبقى حلو، محتاج نقل الدم، هل الطبيب دوت يتخلى عنه؟ يقول اذا كان اسعفه وهو حته بازوه قد كده ما يستاهلش، وكل الناس حكم عليه ان هو يستاهل الموت احسن، واشفق عليه وانقذه وعالجه وبقى انسان محترم، لما يتزنق ما يدلوش. فبيقول لما كنا احنا خطاه وما نستاهلش مات المسيح عنا، فكان بالحري الان ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب. اصبح لنا وش قدام ربنا بسببه، مش بسببنا احنا، بسبب بره مش بسبب برنا، بسبب فدائه مش بسبب استحقاقنا. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. خلي بالك، إحنا صلحنا مع الله بالموت وهنخلص بالحياة. الموت اللي هو قلت لكم سدد الدين بتاع الرصيد اللي بالسالب ده، غطى الحفرة، وحياة المسيح ادتنا البر. فإذا كنت أنا خلصت مع الله، صلحت مع الله بموت الابن سدد لي الدين، الآن أقدر آخذ من رصيد حياة المسيح وأخلص. فاهمين دي؟ يعني المسيح مش بس مات، ده كمان قام. يقول لك الذي أسلم من أجل خطايانا، كملوا، وأقيم لأجل تبريرنا. إذا أخذنا آخر آية في الإصحاح اللي فات، أسلم من أجل خطايانا، ده سدد الدين أهو، سد الحفرة، وأقيم لأجل تبريرنا، إداني رصيد بر، فأنا صلحت مع الله بموت ابنه ودلوقتي أخلص بحياته، حياته اللي عاشها على الأرض قبل الموت واللي عاشها في السماء دلوقتي بعد القيامة. آخذ من هذه الحياة
احط جوايا، يبقى مين اللي عايش، انا ولا المسيح؟ حافظين الآية، احيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. يبقى انا الحياة اللي بحياها هي حياة ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. وبنقول له في أشياء الانجيل لانك انت هو حياتنا كلنا، المسيح هو حياتي. شوف الآية دي جميلة، ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. ده بيأكد الايمان، يقول لك اوعى شك لحظة انك مش ممكن تاخد من حياة المسيح لحياتك. ده انت لما كنت عدو ما استخسرش فيك دمه، مش حال لما بقيت ابن مش هيديك. يقول وليس ذلك فقط، معلمنا بيقول ازاي عجيب وهو عمال طالع بينا كده في السلم، وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الان المصالحة. يعني عايز يقول ايه؟ يقول اوعى بنفتخر بالسلام، بنفتخر بالنعمة، بنفتخر برجاء المجد، بنفتخر بالخلاص، بنفتخر بالتبرير. ده أنا هقول لك حاجة بقى أعظم من ده كله، أنا بفتخر بمين؟ بالله نفسه اللي احنا بقينا معاه مصالحين، بقينا أصدقاء. إيه رأيكم في البنت العروسة اللي خطيبها عمال يجيب لها هدايا، تفتخر بالخاتم وتفتخر بالشقة وتفتخر بالعزال، ولا تفتخر به هو كشخص؟ أيهما أقيم؟ شخص. فمعلمنا بولس قاعد يرتفع بينا في السلم كده، عمال ربنا العريس الذي خطب الكنيسة عمال يديها 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 يديها، وإحنا فخورين بهذه العطايا. بس ما ننساش في الآخر إن إحنا فخورين بالأكتر بمين؟ بهذا العريس السماوي. ليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالح. وبعدين يدخل في باراجراف جديد بيحط فيه بقى إيه اللي حصل لنا، بس بيشرحها بطريقة الكمباريزون، بيعمل مقارنة بين آدم والمسيح. قبل ما يعمل المقارنة ادانا المقدمة الجميلة دي اللي فيها ايه نعم كثيرة وفخر ومجد وخلاص وبر وسماء. قال تعال نشوف القصة ايه مشيت ازاي. من اجل ذلك كأنما بانسان واحد دخلت الخطيئة للعالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. دي اول القصة، الخطيئة يا جماعة والموت دخلاء. احنا بنقول في القداس يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد، وين حصل ايه؟ الموت دخل الى العالم بحسد ابليس، ده دخيل، الخطيئة والموت دخلاء. فبيقول بانسان واحد اللي هو ادم دخلت الخطيئة للعالم وبالخطية الموت، لأن أجرة الخطية موت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، مش افترى، ده إذ أخطأ الجميع، لأن كل غلط. عامل زي بعد عنكم لما يكون في بلد الناس صحتها كويسة زي الفل، وبعدين يدخل واحد موبوء بوباء وحش زي اللي طلع في الصين دوت السارس، ولا حاجة زي الايدز، بيعملوا في المطار العزل الصحي دوت، الحجر الصحي، عشان ما حدش يدخل وفيه ميكروب ينتشر في البلد. ما عرفوش يعملوا العزل دوت لآدم، فهو أصيب بالخطية ولقت الخطية دخلت الموت وتسربت الى كل البشر، بقى كل البشر موبوئين بالخطية والموت.
ومحدش يقدر يقول انا مظلوم لان الجميع اخطأ. يقول فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم. كلمة حتى الناموس معناها لغاية ما جه الناموس، يعني من ادم لغاية موسى كان في خطية، على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس. يعني محدش يقدر يقول انت غلطان طالما ما نبهتنيش. شرحتها لكم قبل كده ان مثلا الشارع اللي قدام الكنيسة دوت بقى اتجاه واحد، فقبل ما يبقى اتجاه واحد كان اللي بيمشي في الاتجاهين محدش يقول انت غلطان. لما حطوا قانون ان الشارع اتجاه واحد، واحد مشي في الاتجاه المعاكس هياخد مخالفة. اقول له يا عم ده انا ساكن هنا من 30 سنة وكل يوم كنت باجي كده، يقول زمان شيء والنهارده شيء لان في قانون. طب انت ممكن الثلاثين سنة اللي انا عشتهم قبل ما تحط القانون كنت بعدي مرتين في اليوم، والسنة فيها 365 يوم، في 30 في مرتين تحسب لي دي كلها مخالفات؟ يقول لي لا، الخطية لا تحسب خطية ان لم يكن ناموس. انا مش هحسبها. لكن بالرغم كده قد ملك الموت من آدم إلى موسى، يعني حتى أنا لو ما حسبت لهاش خطية لكن هي جواك عاملة موت. أنت مش هندفعك غرامة عشان كنت بتعدي كده، لكن ياما حصلت حوادث وناس ماتت. احنا حطينا قانون ليه؟ مش عشان نزود الغرامات، عشان نمنع الموت. انت ما كنتش غلطان بس اللي عملته دوت سبب ان حد مات، فانا حطيت لك قانون يمنع ان يبقى في موت. طبعا لما حط القانون عشان يمنع في موت بدأت الناس تعمل حاجتين، تكسر القانون وتموت برضه. فمحلش المشكلة، ناس عغاوية معاكس يمشي في المعاكس فبياخد مخالفة وبيعمل حادثة فبيعمل مشكلة. فقلنا يا ده القانون زودها ما قللهاش، ده الناموس. كلمة قانون يعني ناموس، أو ناموس يعني قانون. حتى الناموس لغاية الناموس كانت الخطية في العالم. الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. يعني ايه دي؟ يعني اللي غلطه مش شرط يكون نفس غلطة آدم، اهي اي غلط. على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، يعني اي نوع تاني. وبعدين كلمة آدم دي قال الذي هو مثال الآتي، والآتي هنا يقصد بها المسيح. عايز تقول ايه يا معلمنا بولس؟ يقول عايز اقول ان زي ما الخطية ورثناها من ادم والموت ورثناه من ادم، على نفس المثال اللي هو الاتي بقى المسيح، هنورث حاجة بقى غير الخطية هي البر، وحاجة غير الموت هي ايه؟ الحياة. خدين بالكم من دي؟ فقال بيشرحها بطريقة جميلة قوي، بيقول الناس حتى اللي مغلطوش على شبه تعدي آدم ملك عليهم الموت، لأنه بقى قاعدة وقانون سائد على كل البشر. قبل ما الواحد يعترض يقول لك ده ظلم، أنا ما عملتش حاجة، أنا ذنبي إيه؟ قال له بس استنى، نفس اللي حصل عن طريق آدم هيحصل لنا عن طريق المسيح، بس نتائج بالعكس. إذا كنت أنت هتعترض على انك ورثت الخطية من ادم، يبقى في التالي هتخسر انك هتورث البر من المسيح. اذا انت قلت خلاص انا مسلم بالامر وورثت الخطية من ادم، يطلع لك المسيح يقول لك وانا بنفس الناموس بنفس القاعدة بنفس النظام هورثك حاجة جديدة هي ايه؟ البر والحياة. هقراها لكم تاني بس ركزوا فيها. قد ملك الموت من آدم إلى موسى لغاية ما جه ناموس، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، ما غلطوش نفس غلطة آدم،
ومع ذلك ملك عليهم الموت الذي هو مثال الآتي. هشرحها كمان شوية بس أنا بديها لكم في الأول. يعني إذا أنت ما غلطتش نفس غلطة آدم هتاخد الموت بتاع آدم، وفي نفس الوقت بدون ما تعمل زي المسيح هتاخد بر المسيح. فالقاعدة اللي اتطبقت هنا اتطبقت هنا، ورثنا غصبا عننا الموت سنرث ايضا الحياة، ورثنا الخطية سنرث البر. بس دي اجباري على الكل، ودي هتيجي بالايمان وقبول المسيح مش اجباري، لان الشيطان بيجبر الناس لكن الله لا يجبر الناس. دي بالطبيعة، دي بالنعمة، دي بالميلاد الأول، دي بالميلاد الثاني، دي من الأرض، دي من السماء. عشان كده بيقول ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. ما هي زيها بالظبط، الهبة اللي هي العطية بتاعت الله. لأنه إن كان بخطية واحد مات كثيرون، خطية واحد بس موتت الكل، فبالأولى كثيرا نعمة الله تخلص الكل. يعني هو مين أشطر، المسيح ولا آدم؟ بقى آدم شاطر إنه يورثنا كلنا الخطية، والمسيح ما قدرش يمسحها كلنا. لا، زي ما آدم عمل المسيح هيعمل وحسة، بس آدم جاب لنا البلاوي، المسيح هيشيل البلاوي. فبيقول ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. يعني هنا بياخد خطية آدم والقانون بتاع انتشار الخطية وبيطبقه على إن المسيح ببره بنفس القانون هينشر البر. وبعدين ليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، مش زيها بالظبط، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني بيقول برضو في فرق، لأن الخطية دي كانت خطية واحدة لوثت الكل، دلوقتي بقاش خطية واحدة، بقى خطايا كثيرة جدا وفي بر واحد يضغط عليها كلها. فليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد اللي هو آدم للدينونة، وأما الهبة بتاعت المسيح فمن جرى، يعني سبب خطايا كثيرة للتبرير. لأنه إن كان بخطية الواحد، بعدها تاني عشان يأكدها، قد ملك الموت بالواحد اللي هو آدم، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، بعدها تاني هكذا ببر واحد صارت الهبة العطية النعمة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه يعيدها تاني كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. هنا ركز في نوع الخطية، خطية آدم إيه؟ ما سمعش الكلام. فالمسيح أول ما جه كان أهم حاجة يعملها إنه يطيع، ويقول لك وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فإذا كنت أنا تلوثت بسبب إن آدم عصى، فأنا تبررت لأن المسيح أطاع. وزي ما أنا خطية آدم مستني، كان من حقي إن بر المسيح يطهرني. آدم غلط وأنا شربت المر، المسيح صحح الغلطة وأنا أشرب حلاوة المسيح. واخدين بالكم؟
عشان كده احنا المسيح بقى آدم الجديد اللي احنا بنفتخر به. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد آدم جعل الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد ربنا يسوع سيجعل الكثيرون أبرارا. يشرح لنا إزاي إحنا تبررنا بالمسيح إزاي، يقول لك ما تستغربش، ما أنت قبل كده خطية آدم طالتك، فبر المسيح يطولك. وأما الناموس، يرجع تاني للناموس لأنه بيتكلم مع اليهود، عايز يقول لهم أنتم متمسكين بالناموس ليه قوي كده؟ أما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. طبعا أنتوا فاهمينها دلوقتي يعني إيه تكثر الخطية؟ يعني بقى في مخالفات. ما كنا الأول ميتين وما فيش مخالفة، بالناموس بقى في موت ومخالفة. تعرفين زي ايه مثلا؟ لما يكون في وباء منتشر في البلد بعد عنكم والناس بتموت، ففي بلوى، في مشكلة، في مصيبة، ناس بتموت، تيجي الحكومة تقول اجباري كل الناس لازم ياخدوا التطعيم، واللي ما ياخدش التطعيم هنفصله من الشغل او هنعمل فيه ونسوي ونحطه في السجن. وفي انسان جاهل مش عايز ياخد التطعيم، فبقى عنده مشكلتين، مش مشكلة ان عليه قضية عشان ما خدش التطعيم، وانه دخلوا المرض وهيموت. واخدين بالكم؟ فاصبح الناموس كده قانون اتحط عشان يمنع الخطية. اتضح ان الناس مش عارفين ينفذوه ومش عايزين وعندهم عند، فبقى عليهم الخطيتين، الموت موجود ومخالفة الناموس موجود. فالناموس دخل لكي تكثر الخطية. طب بعدين الآية اللي بعدها جميلة، جميلة جدا، لازم نتمسك بيها. ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. يعني بيقول بالنسبة لربنا مش مشكلة. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ده عنده نعمة تغطي كل الخطايا. طب الخطية كثرت، النعمة تزيد. طب كثرت قوي، هتزيد قوي. ودايما يبقى ربنا هو الأبر هاند، هو الغالب. ودي على مستوى العالم وايضا على مستواي انا. لما اكون غلطان ربنا يمسح لي خطيتي، طب لما اكون غلطان كتير ربنا هيديني نعمة اكتر، طب لما اكون غرقان لشوشتي في الخطايا ده انا محتاج بقى جردة النعمة يغسلني. طب ربنا عنده ولا ما عندوش؟ عنده. فمين يستفاد بالنعمة اكتر، الانسان البار ولا الخاطي؟ الخاطي. بس خلي بالكم اول آية في الاصحاح السادس اللي هناخده المرة الجاية بيستدرك يقول ايه؟ فماذا نقول؟ انبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا، لا لا. لان ممكن تتفهم كده، اقول انا نفسي نعمة ربنا تبقى زيادة، عامل ايه؟ اروح بقى اعمل اللي عايز اعمله عشان نعمة ربنا تيجي. قال لا، أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا. ناقص آيتين، آية واحدة، حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. بولس ده فعلا فيلسوف، يعني جاب دية وحط دية وقال أهو تقدر تقتنع بهذا.